ويسأل يقول موقف مع الدكتور وليد العلي رحمه الله تبارك وتعالى. يعني رحمه الله جل وعلا، يعني أنا خرجت معه دعوة الله تبارك وتعالى إلى فطاني في تايلاند سنوات، أكثر من 3 سنوات تقريبا، نجلس في كل سنة نخرج تقريبا قريب من 20 يوم ندرس هناك. رجل كان على خلق ودين وأدب جم وحياء، وكان كثيرا ما يحدثني عن كل ما أجلس معه لازم يجيب طاري والدينا يعني وبر بأمه أو أبيه وحرصه. ما أقصد يعني أنه يقول لي أنا فعلت وفعلت، لا، يذكر يقول أنا إن شاء الله إذا رجعت أباخذ والدتي وأروح معها كذا، إذا جئت الآن من الوالدة والوالدان حقهما دائما. هذا يعني ديدنه رحمه الله تبارك وتعالى، سأل الله تبارك لهم المغفرة، الله المستعان.